المربع الكوري الجنوبي اللي الجماهير متغشة شوية على الأداء بعد النتائج السلبية في اللقاءات الودية للمنتخب الكوري. نذكروا هزيمة محسني سيام بن يوسف وأيمن عبد النور. شوفوا عمل أيمن عبد النور بدون مركبات، لاعب خبرة أمام بارك شويونغ. أيمن عبد النور اكتسب خبرة تكتيكية كبيرة من خلال احتكاكه بريكاردو كارفالهو في فريق موناكو بالمدرب كلاوديو رانييري. حكيت مع المدرب جورج ليكانس، جورج ليكانس عنده تحدي يرجع المنتخب التونسي إلى مصاف المنتخبات المتألقة على المستوى الأفريقي، لكن يمر ذلك بتجاوز التصفيات. لقاءات هامة المنتخب التونسي أمام المنتخب السنغالي وكذلك المنتخب المصري، واليوم إلى حد الآن المردود ممتاز للمنتخب التونسي، والتوزيعة في المحور والتغطية ثم السون، لكن قبله حسين صفان الناطر من جانب المنتخب الوطني التونسي. ومن جديد الاستماتة عليكن أيضا اللاعب البازي في الشوط الأول بخمسة أندية في كوريا كبطولة كورية، وحاليا 15 نادي وخاصية في كوريا ما فماش نزول في البطولة الكورية لكرة اللي معناها احتياطي من لكرة القدم المحترف البطولة السويسرية. وبعد قليل خالد القربي لاعب أيضا خبرة في المنتخب الوطني التونسي، هاو نستعرض الاحتياطيين في المنتخب التونسي لكرة القدم. هذا اللاعب كذلك من المنتظر باش يمنحوا وقت لعب المدرب جورج ليكانس. أيمن عبد النور ثم ياسين الميكاري، كان ثم نسق لدى القربي للتشكيلة. وياسين الميكاري بعد تجربة مع فريق سوشو يمشي للبطولة السويسرية لكرة القدم مع فريق لوسيرن لاعب السابق لفريق سوشو. وخالد الجميعة هذا هو لاعب فريق لافال، لاعب سليم بجميعة مش معروف برشا في الجمهور التونسي وفي الأوساط الرياضية التونسية. قلت هذا اللاعب بالنسبة لهذا الموسم كان في فريق لافال 17 هونغ ميونغ بو في اللعب مع المنتخب الأول، كان قائد تاريخي لعب أربع مرات كأس العالم في كوريا. إني عنده حاليا مدرب إيطالي هو تساكيروني، معناها المنتخبات الآسيوية مشات لأوروبا اللي هي نجاح كرة القدم في البريمير ليج في إنجلترا. ومن جديد اللاعب ميرسن وسام بن يحيى اللي رجع مع فريقه إلى صالح المنتخب الكوري. وبلال المحسني أول تجربة مع المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. شوفوا الصعود مع المدافع كواك عصام جمع المنتخب التونسي زهير الزوادي، والتوزيعة في المحور لوسام بن يحيى. ومن جديد المدافع انخفض نسق المنتخب الكوري بالمقارنة مع الشوط الأول، والمنتخب التونسي زهير الزوادي والحارس من جديد كيم، الحارس شبه الأخيرة من الهجومي كيم بويونغ اللي باش يلعب في الدرجة الثانية الإنجليزية السنة المقبلة. الكرة خطيرة وبلال المتمتة أيمن عبد النور وسيم بن يوسف في التغطية على المدافع المحوري أيمن عبد النور. بلال المحسني طول قامته أيضا يلعب في بطولة تميز بالاندفاع في اسكتلندا. ثم أيمن عبد النور من جديد لعب 20 مباراة هذا الموسم بين فريق تولوز وكذلك موناكو مع المدرب كلاوديو رانييري. في الأثناء للمنتخب الكوري المنتخب الجزائري والمنتخب الروسي خالد القربي ثم حمزة المثلوثي للمنتخب التونسي. حمزة المثلوثي سريع على مستوى المحور والتغطية قبل ما توصل الكرة إلى قلب الهجوم يحيى، ويبعد الكرة قبلها سيم بن يوسف ثم زهير الذوادي وسام بن يحيى عصام جمعة وتتالي المحاولة المنتخب التونسي وعمار جمل. معاوض سليم بن جميعة من الجهة اليسرى، حسين السهيل وكو قائد الفريق ولاعب فريق ماينز. هذا الثلاثي الخطير المنتخب الكوري والمنتخب التونسي بخروجهم. من جديد حمزة المثلوثي، حمزة المثلوثي بدون مركبات، حمزة المثلوثي ويربح الحوار الأخير أمام كيم الظهير الأيسر للمنتخب القدم. كل التسهيلات منحت إلينا بالنسبة لنقل
وكو القائد اللي خرج منذ قليل ستيفان حسين ناطر الى حد الان يبعد في الكرات في وسط الميدان، ربما خلى ثغرات في الدفاع. شوفوا عدم التحكم في الكره الاخيره من رقم 7 الاسيمات حاليا لزملاء عصام جمعه، يبعد الكره من مناطق الجزاء. زهير الذوادي سحب هدف. اهلا والمخرج معناها يعيد الهدف نتاع زهير الذوادي تاع الاستغلال. تمركز عصام جمعه، كذلك ثم وسام بن يحيى يدخل لمناطق الجزاء. شوفوا المنتخب التونسي عمار جمل الى حد الان، التوزيعه في المحور الى حمزه يونس.